بعد عمل القوس اثنين ثلاثة يوم خربان كله ركب يعني. الفكرة اللي عنده دجاج ما يبيضن، اللي عنده دجاج ما يبيضن يعطيهن شوي كرات يزيد نسبة انه يبيضن بإذن الله تعالى، يعطيهن كرات. شوفوا هناك زرعين كرات وحاطينها داخل شبك كرات وجرجير. صدقوني يا جماعة كان مفروض يكون السؤال من اللي دفع وراح، كمية رسائل ما راحوا للنادي بشكل فظيع بشكل فظيع. أنا أتوقع ما أدري أنت ليش تروح وتدفع، بعض الأحيان يكون مالك خلق تروح بس يحمسك أنك ودك تخسر مثلا وزن تبي تزين شكل الجسم، لكن تروح ما تروح هذا يحدده كيمياء الدماغ، لأن كيمياء الدماغ هو يحدد السلوك عندك. طيب وش اللي يحسن من كيمياء الدماغ؟ الأكل، تغيير الأكل بشكل طبيعي، هذا يحسن من إعادة إصدار الإشارات من النواقل اللي هو مستقبلات النواقل العصبية في الجهاز الهضمي إلى الدماغ عشان يكون عندك خلق. لك خلق أو مالك خلق هذا عبارة عن سلوك. إيش اللي يحدد السلوك؟ النظام الهرموني. إيش اللي يحدد النظام الهرموني؟ كيمياء الدماغ، منطقة الهايبوثالمس في الدماغ. فحسن من أكل قبل لا تروح. تبي تعرف إذا أنت بتسمر بالنادي ولا لا؟ شوف هل أنت تستطيع تغيير طعامك من غير طبيعي وتستمر عليه إلى طبيعي ولا لا؟ حلو تحدد بسهولة.